موجز أخبار المؤسسة، حياكم الله. مؤسسة الشهداء تعلن عن حملة لجمع التبرعات للمواد الغذائية ومواد الإغاثة لدعم الشعب اللبناني، وقال رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي في بيان إنه استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ووفاء لدماء شهداء وجرحى المقاومة تعلن المؤسسة عن حملة لجمع التبرعات للمواد الغذائية ومواد الإغاثة من موظفي المؤسسة وذوي الشهداء وكل من يرغب بالتبرع بمقر المؤسسة وجميع مديرياتها بالمحافظات. عملا بتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء، انطلقت حملة جديدة من مديرية شهداء ديالى من ذوي الشهداء متوجهين إلى خارج العراق لزيارة العتبات والمراقد المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يذكر أن المؤسسة وضعت برنامج للرحلات الدينية يتضمن نقل الزائرين من ذوي الشهداء بحافلات مريحة والإقامة بفنادق مميزة مع توافر وجبات غذائية جيدة. مدير مديرية شهداء ديالى فاضل المعموري يزور هيئة التقاعد الوطنية بالمحافظة ويبحث مع مديرها نورس حميد أرشفة المعاملات التقاعدية الخاصة بالشهداء والمصابين، كما تم الاتفاق على سرعة ترويج المعاملات التقاعدية مع توخي الدقة في العمل وتذليل العقبات على المصابين وذوي الشهداء. مدير شهداء واسط حسن الكلابي يبحث مع رئيس مجلس إدارة كلية الكوت الجامعة طالب الموسوي عدد من المحاور، من بينها قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة الأولية ضمن قناة المؤسسة والأجور الدراسية المقررة قانونا. وأضاف الكلابي أن نسبة التخفيض في الدراسات الأولية للطلبة من ذوي الشهداء هو 25% في الكليات الأهلية ومن بينها كلية الكوت الجامعة ولجميع الاختصاصات الطبية والإنسانية. مدير شهداء ذي قار مهند الشحتور يناقش مع عدد من أعضاء فريق دائرة حقوق الإنسان مكتب ذي قار الأهمية الكبيرة لواحدة من أهم مؤسسات العدالة الانتقالية والتي هي مؤسسة الشهداء، حيث بحث الطرفان أهمية الحقوق المحفوظة التي تكفل بها قانون المؤسسة بعد الانتهاكات الجسيمة التي مورست بحق الأبرياء. وأشار الشحتور إلى أن رئاسة المؤسسة تولي اهتماما خاصا بأوضاع المغيبين من الشهداء. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.